هو انت ليه رحت العماد من غيري؟ وهو ده كمان بتعتبريه كذب؟ امال انت تعتبره ايه؟ يعني ممكن تعتبريها خوف عليكي، حرص لمصلحتك. عليا انا كل حاجه بحسبها، اتعودت على كده، كل كبيره وصغيره في حياتي بحسبها بشكل امني. ولما جاني الخبر وعرفت مكان الواد، عرفت ان المكان ده اول مره اروحه، يعني ما امنتش مداخله ومخارجه، فخفت اخدك معايا علشان ما اعرضكيش للخطر. بس طب ما انا جيت معاك بالبيس. ايوه بس بالبيس دي احنا رحناها قبل كده وامننا المداخل والمخارج وعملنا خطه وجبنا معانا ناس، ده موضوع مختلف تماما. اهو انا بقى ولا اعرف المكان ولا اعرف المداخل ولا المخارج، ومشيت وراك وخدت منك الولد. وانت بتحديني يا عليا؟ الله، على فكره المصلحه مشتركه ما بيننا، احنا مش في سبق، مش مطلوب ان حد فينا يسبق التاني. ولو ان عماد بشككني في الجزئيه دي بالذات، بس يلا قول يا سيدي اني هصدقك. كنت قول لنفسك ما تقوليش انا، كنت قول لي من شويه عشان ما اقعدش اعيط اقول والنبي 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 خدني معاك، ما تسيبنيش لوحدي يا والنبي خدني معاك. والنبي خدني معاك؟ بقولك ايه؟ بلاش كلام فارغ وعبط، سيبك من العبط ده كله. الواد فين دلوقتي؟ عندك ولا في الفيلا ولا فين؟ بايسي بافيلا، مش هنا ولا هناك، ما اعرفش راح فين. نعم؟ نعم يا اختي؟ الواد فين؟ جو سي با، حاولت اتكلم معاه، حاولت افهم منه اي حاجة، ما فهمتش اي حاجة فسيبته يمشي. عليا ده مش وقت تهريج على فكرة، الواد فين؟ حازم، أنا بتاع التهريج؟ اللهم طولك يا روح، اللهم طولك يا روح. بقول لك ما عرفتش أفهم منه ولا كلمة، كله لوك 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 لوك، كلام مش مفهوم. مشيته؟ نعم يا أختي، أنت سبت الواد يمشي؟ أنت مجنونة يا عليا؟ هو في موضوع شخصي بينك وبينه؟ لا، كنتوا عايزين تكلموا فيه ولا حاجة وأنا مشيتكم فيها؟ إيه؟ على فكرة بقى، بقول لك إيه؟ أنت عارفني كويس قوي، أنا عليا ولساني أطول مني. لا، لسانك الطويل ده تلفي بيه نفسك مش عليا أنا يا ماما. أنت فعلا حجب أوفر أوفر، هوبا ساعة تروح وساعة تيجي. الله، I love it، بموت فيها دي. إزاي افتكرتها؟ ساعة تروح وساعة تيجي. Oh nice. الله، أنا كده؟ لا، أنا كفاية عليا كده النهاردة. أنا لازم أمشي من وشك دلوقتي عشان ما تشلش. ليه حبيبي؟ أنا لازم أجيب لك جلطة تانية.